تهدد الصناعة العالمية، أمريكا تنتقد الصين في إغراق الأسواق العالمية بمنتجات زهيدة الثمن. هل تخسر النمسا كل أنهارها الجليدية خلال 45 عاماً من الآن؟ سوق النحاسين في دمشق عراقة الماضي تلتقي بفنون الحاضر على أيدي أمهر الحرفيين. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من انتشار التهاب الكبد الوبائي، طرق الوقاية والعلاج في صباح جديد. صباح الخير على كل مشاهدي القناة الإخبارية في كل مكان في العالم، وحلقة جديدة من صباح جديد، وكل عام وحضراتكم طيبين في كل مكان بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله باليمن والخير والبركات على الأمة العربية في كل حتة في الدنيا وأهلها. حلقتنا النهاردة متنوعة، هنكون فيها معاكم على الهواء مباشرة كالعادة من 9 ل 10 صباحا، أنا فادي غالي وزميلتي شروق وجدي. هنتكلم عن مواضيع كتيرة هنلف بيها العالم. محطتنا الأولى هتكون من أمريكا واللي حذرت وزيرة خارجيتها الصين في ختام مباحثات رفيعة المستوى من إغراق الأسواق العالمية بمنتجات متدنية الأسعار، وده شيء غريب لأنه هي لسه النهاردة عارفة الموضوع ده، هنعرف بالتفصيل. كمان هنتكلم كالعادة طبعا عن متابعتنا للتغيرات المناخية، وكمان عن البرلمان الأوروبي اللي تبنى تعديل خاص بإجراءات الهجرة واللجوء. هنتكلم بالتفصيل في كل حاجة، لكن نبتدي بأحوال الطقس مع زميلتي شروق. صباح الخير يا شروق. صباح الخير عليك يا فادي، وصباح الخير على مشاهدينا الكرام، وعيد سعيد على كل مشاهدينا الكرام. وهنبدأ مع حضراتكم بفقرة جوية من صباح جديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ونبدأ فقرتنا الجوية من حالة الطقس في عدد من العواصم العربية. نبدأ من القاهرة تحديدا، القاهرة بتشهد طقس مشمس وتصل درجة الحرارة العظمى ل 28 والصغرى تكون 16 درجة. أما عن الرياض فالطقس مشمس أيضا وتصل درجة الحرارة العظمى ل 32 والصغرى تكون 20 درجة. أما عن أبوظبي بتشهد طقس غائم جزئيا وتكون درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى تكون 25. أما عن تونس فتبلغ درجات الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى تكون 12 درجة. أما عن الرباط فتكون درجات الحرارة العظمى 28 والصغرى تكون 18. والآن نذهب إلى درجات الحرارة في العواصم والبلدان العالمية، ونبدأ تحديدا من لندن. لندن بتشهد طقس غائم وتكون درجات الحرارة هناك 18 العظمى والصغرى تكون 11 درجة. أما عن باريس فتكون درجات الحرارة العظمى 18 والصغرى تكون 11. أما عن موسكو فيسود طقس غائم على أغلب المناطق، حيث تكون درجات الحرارة العظمى 18 والصغرى تكون 7 درجات. وواشنطن تسجل درجات الحرارة العظمى بها 22 والصغرى تكون 14. وأخيرا نذهب لبكين وتسجل درجات الحرارة العظمى 25 والصغرى تكون 12 درجة. إذن مشاهدينا الكرام مكملين في أخبار الطقس، حيث يستمر تأثير التغير المناخي على الأرض من شرقها وغربها، وتستمر معه التهديدات التي يمثلها على الحياة أو حياة البشر وحياة الكائنات الحية والبحر وأيضا الأنهار. في تطور كبير بشأن تأثير التغيرات المناخية على المياه، حذرت منظمة نادي جبال الألب من أن النمسا قد تخسر كل أنهارها الجليدية تقريبا في غضون 45 عاما، في ظل تقلص اثنين من هذه الأنهار العام الفائت بأكثر من 100 متر. تشير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن الأنهار الجليدية الكبيرة في العالم تشهد ذوبانا غير مسبوق منذ بدء القياسات في خمسينات القرن الفائت، وهو وضع شديد في غرب أمريكا الشمالية وأيضا في أوروبا. أما في سويسرا فخسرت الأنهار الجليدية في جبال الألب 10% من حجمها خلال العامين الفائتين فقط.
والآن ينضم إلينا من عمان البروفيسور أحمد ملاعبة، أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية. صباح الخير وأهلا بك معنا في صباح جديد، وكل عام وحضرتك بخير. وبداية، يعني ما زالت تأثيرات التغيرات المناخية مستمرة وأيضا متسارعة بشكل ربما يكون مقلق، كيف ترى هذا الأمر وخطورته؟ شكرا، كل عام وانتم بخير جميعا، وان شاء الله يحل الاستقرار في كافه ارجاء العالم وخصوصا في قطاع غزه. نشهد فرحه بايقاف النار على المواطن العزل. الان كل العالم يتاثر بالتغيرات المناخيه، ولكن هنالك ظواهر مناخيه مميزه مثل الجبال التي تكسو قمامها الثلوج مثل جبال الألب في سويسرا والممتدة حتى جبال الهيمالايا في سلسلة تسمى السلسلة الغربية الشرقية بطول 7000 كيلومتر، وهذه السلسلة عليها كتل جليدية كبيرة جدا. نعم. ذوبان يؤدي إلى ظهور الأنهار الجليدية التي تؤدي الشعاب والأودية وتشكل أنهار عبر العصور. الآن الاحترار العالمي ارتفعت درجة الحرارة بمعدل 1.5 درجة، وهو سبق لأوانه، كنا نتوقع أن يكون في 2025 1.5، ونتوقع في 2030 1.9 درجة مئوية، ولكن نحن في حالة تسارع من الغليان بسبب عدم مراعاة الظروف المناخية واستخدامات الوقود الأحفوري بشكل رئيسي، إضافة إلى المسببات الأخرى التي تفرز غاز الميثان وأيضا الأكسيد النيتروز والسي اف سي وغيرها من الملوثات. هذه الملوثات أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة، كنا نقول أن هنالك ارتفاع أو احتباس حراري، واليوم نحن أمام ظاهرة الغليان، وبدأت الأمم المتحدة تحذر من ظاهرة الاحتراق أو الطهو، وطهو الماء أو الكتل الجليدية يعني تبخرها، إضافة إلى أن نقصان هطول الجليد على هذه المناطق بالذات، وخصوصا التقرير الآن يركز على النمسا. النمسا بالفعل في وسط جبال الألب تعاني من هذه الظاهرة، وبالفعل ستخسر الأنهار الجليدية. نعم، التي هذا ما يحدث في النمسا أيضا، يعني تخوفات كبيرة ومقلقة وتحذيرات كبيرة بشأن فقدان البلاد لكل أنهارها الجليدية. نعم، مع ظهور التذبذبات التي شاهدناها خلال الخمس سنوات الأخيرة مثل ظهور أحجار الجوع الهنغرستون في معظم البلاد الأوروبية وفي الأنهار، هذا أدى إلى، أو دعني أوضح، أن هذه الحجارة كتبت قديما في القرن 15 و16 بأن هنالك فترة من الجفاف مرت، ولكن هذه المرة ستكون متطرفة كثيرة جدا بسبب أن نسبة الغازات الدفيئة في الجو زادت إلى معدلات عالية جدا بملايين تريليونات الأضنان، وهذه لن ترحم الطبيعة ولا أي نظام بيئي موجود. النمسا الآن مثال، سيكون هنالك نقصان في روافد الأنهار من المياه الجليدية أو الأنهار الجليدية، سيكون هنالك جفاف لهذه الأنهار. التصحر الآن يطرق باب أوروبا في كل مناحيها، سيكون هنالك فترات درجة حرارة الغليان، وهذه الفترات الحرارة المرتفعة ستمتد ل 15 يوم متواصلة، وهذه ستكون لها عواقب على الجليديات التي تقبع، وأيضا سيكون هناك تبعات بالطبع على الكائنات الحية أيضا. نعم، هنالك سيكون نقص في الأمن المائي، نقص في الأمن الغذائي، سيكون ظهور أمراض كثيرة جدا، لأن الطبيعة إذا خرجت عن مستواها أو ميزانها تحدث كل هذه الظواهر. هناك سلسلة من الكوارث، بالرغم من أن هنالك مؤتمرات بيئية كثيرة جدا أكثر من الحلول، وقبل عدة أشهر خرجنا من دبي
بتوصيات رائعة جدا، ولكن نحتاج إلى تطبيق. كان هنالك نظرية تخفيف الوقود الأحفوري بنسبة 60% في عام 2050، هل بالفعل سنكون قادرين على تطبيق ذلك؟ إذا لم نستطيع تطبيق ذلك ونعتمد على الطاقة المتجددة سنرى كوارث كثيرة جدا. النمسا الآن كمثال ونموذج، ولكن كل أوروبا وحتى منطقتنا ستكون في خطر من العوز المائي. نعم. وأيضا قلة الأنهار والمصادر المائية، وسنعتمد على استغلال المياه الجوفية وستنزف. إذن بروفيسور، السؤال الأهم الآن، ما هي التدابير التي يمكن يعني اتخاذها لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ نعم، هو في كل مؤتمر عادة نضع أولويات لإيقاف التغير المناخي حتى نستطيع أن نعود إلى الحالة الطبيعية والدورة المناخية الطبيعية دون وجود مثل هذه الكتل الكبيرة أو الكميات الكبيرة من الغازات. أهم هذه التمويل. التمويل، كل الدول تهرب من التمويل البيئي، وهذا أجبر هذه الدول إلى مواجهة مثل هذه المشاكل. إيجاد مصادر الطاقة المتجددة واستخدامها بشكل أساسي، وخصوصا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذه متوفرة في كل البلدان، إن لم تكن شمسية فستكون ضوئية، والرياح متوفرة في كل مكان، الهيدروجين الأخضر، وهنالك أيضا الميثان الذي يقال أنه أخضر أو رمادي، وهنالك الطاقة الحرارية أو الطاقة المائية وطاقة السدود، وهنالك بدائل كثيرة جدا، يعني 20 منها تعتبر بدائل حاسمة وقادرة على التعويض عن الطاقة غير المتجددة المتمثلة في الوقود الأحفوري، الغاز، الفحم، ولكن لا أرى في الأفق أن هنالك أي تعاون، أولا في مجال تخفيض الطاقة الغير المتجددة، وأيضا في مجال التمويل. كل الدول تتهرب من التمويل وتدفع بدل ذلك كوارث. الآن هذه الأنهار في النمسا ستجف، إذا ما راعينا البيئة ووجدنا حلول مناسبة سنجد هذه الكارثة. إسبانيا لغاية بريطانيا حزام الأشجار يحترق، هذه البيئة لن توفر بيئة طبيعية، سيؤدي إلى ظهور مزيد من ثاني أكسيد الكربون وقلل في الأكسجين، وبالتالي سيكون هنالك احترار وتبخر مياه وجفاف في مياه مناطق أخرى. كل النقاط سنلاحظها، ولكن النمسا الآن كنموذج لوحدها لا تستطيع أن تواجه هذه التغيرات، بحاجة إلى قرار أممي. بالطبع نتمنى أن يكون هناك يعني حلول سريعة لهذه الكارثة. بروفيسور أحمد ملاعب، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. بروفيسور أحمد ملاعب، أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية، كنت معنا من عمان، شكرا لك. إذن فقرات صباح جديد مستمرة، ابقوا معنا. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. صباح يا حلو، يسعد مكان بتنزلو، لما النسيم بيزورنا عنك يا ولف بنسأله. Pour moi c'est le plus beau des jours sous le ciel bleu de Napoli. Je crois bien qu'il m'accompagnera, que jamais il ne me quittera, il sera mon meilleur ami. Il hilwadi abtagin fil badriya wadik bidan kukuku. وبعد
وبعد ما تعرفنا على آخر تطورات التغيرات المناخية وأحوال الطقس بنستكمل فقرات صباح جديد وجولة جديدة في عالم الصحافة، وهنبتدي من صحيفة الشرق الأوسط واللي بيقف فيها الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة العليا الإسرائيلية عشان يرد على انتهاكاته في غزة. كمان هنتكلم عن تأكيد الرئيس الصيني أن التدخل الخارجي لن يمنع إعادة توحيد جزيرة تايوان مع بر الصين الرئيسي، بالإضافة لأبرز المنشطات في الصحف العربية والعالمية. أول أخبارنا من صحيفة الشرق الأوسط زي ما قلنا في المقدمة، واللي قالت إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هتعرض أمام المحكمة العليا في البلاد أجوبتها بشأن سياستها الإنسانية في قطاع غزة المنكوب، بعد ما تقدمت 5 منظمات غير حكومية بعريضة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أملاً في دفع السلطات الاحتلال لتوفير المساعدة الضرورية للمدنيين في قطاع غزة واللي أصبح على شفا مجاعة حسب وصف الأمم المتحدة. ونروح لصحيفة The Guardian البريطانية، حيث أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لرئيس تايوان السابق ما يونغ جيو أن التدخل الخارجي لن يمنع إعادة توحيد الجزيرة مع بر الصين الرئيسي خلال اللقاء جمعهما في بكين. وأضاف الرئيس الصيني أن التدخل الخارجي لا يمكن أن يوقف القضية التاريخية المتعلقة بإعادة توحيدنا. حسب مقطع فيديو للاجتماع نشرته قناة تلفزيونية تايوانية، وتابع أن الاختلافات في الأنظمة لا يمكن أن تغير الحقيقة الموضوعية المتمثلة في أننا ننتمي إلى أمة واحدة وشعب واحد. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أكدت في ختام محادثات عالية المستوى أجرتها في الصين إن الولايات المتحدة لن تقبل بوضع يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بالمنتجات الصينية متدنية الأسعار مما يضر بالصناعات في بلدان أخرى. وحذرت يلين من أخطار الطاقة الإنتاجية الصناعية المفرطة للصين خلال اجتماعاتها مع مسؤولين ورواد للأعمال في بكين. خلونا نتكلم في الموضوع بالتفصيل أكتر، وبينضم إلينا المحلل الاقتصادي دكتور محمد العطيفي. إيه هو سبب تصريحات جانيت يلين؟ طبعا بعد التحية، إيه سبب تصريحات جانيت يلين خصوصا وهي في الصين بتجري مباحثات عالية المستوى؟ هل هي لسه عارفة موضوع أن الصين بتغرق العالم بالمنتجات، ولا تفسر ده بإيه؟ صباح خير، كل سنة طيبين. أولا يعني هم يرون، الجانب الأمريكي يرى أن الدعم الحكومي الصيني بيلعب دور مهم في إغراق الأسواق العالمية بالطلب المنخفض الكلفة، وهذا بدوره أدى إلى تدمير صناعات في أنحاء العالم وأثر على عملية الحركة التجارية في العالم من خلال إغراق الأسواق. وحتى كان الاجتماع في عدة جوانب، يعني منها الجانب على سبيل المثال هذا الجانب وحكاية الدعم الحكومي الصيني، وأيضا كان هناك مخاوف أمنية، وأيضا الطاقة الإنتاجية المفرطة التي بدورها يجب الحد منها وتغيير السياسات. فأنا أرى أن في هذا الاجتماع هو وضع النقاط على الحروف، في حين أن لو نظرنا في مجمل الاجتماع سنجد أن الطرفين يحبذون أن تبقى العلاقات الثنائية التجارية بين البلدين كما هي، ولا يمكن
مسها بأي أنواع من السوء أو تتدهور العلاقات. لكن من الواضح أن الدعم الحكومي الصيني بدوره أثر على صناعات مثل المركبات الكهربائية، أصبحت متوفرة وبأسعار رخيصة في العديد من العالم. تتخوف أمريكا أيضا من أن المركبات التي ستعمل أو تعمل بالطاقة الشمسية، هذا بدوره أو نقلها إلى دول أخرى من الصين، هذا سيؤثر على نمو هذه الصناعات في دول أخرى وربما تتأثر الأسواق. إذن هناك جانب، هذا الجانب المهم التي ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن زيادة الصادرات الزهيدة الثمن سيؤثر على قطاعات صناعية في عديد من الدول الأخرى. إذن من وجهة نظرك دكتور محمد أنها بالفعل تؤثر الطاقة الإنتاجية للمصانع الصينية على الإنتاج العالمي. إذن أذهب معك لنقطة أخرى، ما هو رد الفعل المتوقع للصين بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية؟ أنا أرى أن الصين تستمع وتحاول أن تبرر موقفها بأن يعني لها الحق في العديد من الأمور، لكن يعني هي تحافظ على من الجانب الآخر على علاقتها. ولا ننسى أن حجم العلاقات الصينية الأمريكية هي ليست بسيطة، بالإضافة إلى أن حتى لو وجدنا يعني في على الصعيد الأمني وشركات التكنولوجيا، خصوصا حتى لو نظرنا إلى التيك توك، يعني تحدثت جانت يلين عن التكنولوجيا والتيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي، رأينا أن الجانب الأمريكي كان رده واضح في أن الولايات أن الصين ستقوم بنفس الإجراء، يعني وقالت أيضا أن من حق الصين حماية البيانات الصينية، وبالتالي من حقها أن تحظر تطبيقات التواصل الاجتماعي. فهذا يوضح أن الطرفين ما زال في حالة مد وجز، وبالتالي هل يمكن بلورة الأمور والوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف؟ أنا أرى أن من الممكن أن تتم هذه النقطة ويتفق الطرفان على أن تقلل إلى حد ما الصين دعمها ومسألة الطاقة الإنتاجية المفرطة، من الممكن أن يتم تخليصها بعض الشيء لإعطاء فرص أخرى لدول أخرى تقوم بالصناعات أو تقوم بجزء من هذه الصناعات، لأن يكون لها نصيب في أن تصدر. لأننا رأينا حتى كان هناك بعض الدول التي تضررت من السياسة الصينية في إغراق الأسواق، وحتى الصين على الجانب الآخر تقوم بحظر بعض الصناعات من دخولها، ورأينا المشكلة التي تمت بين الصين وأستراليا في هذه النقطة. لكن دكتور، المتوقع أن يتجاوز الناتج القومي الإجمالي الصيني للولايات المتحدة في 2026، فالصين بتعمله مش جديد، يعني المنتجات، والصين كل بيت في العالم فيه منتجات صينية، فهل ده جزء من الحرب الاقتصادية الأمريكية على الصين؟ وإيه المتوقع من الصين إن هي تعمله الفترة اللي جاية؟ هل فعلا هتتفق ولا هتستمر في طريقها عشان تتفوق اقتصاديا؟ الصين تريد أن تتفوق وتبقى متفوقة اقتصاديا، لكن على الجانب الآخر الصين لن تستطيع أن تضحي بسوق أمريكا وحلفائها. لأن لو نظرنا إلى الجانب الأوروبي، الجانب الأوروبي هو يتبع حتى اقتصاديا يتبع الرؤية الأمريكية، لذلك نجد أن أمريكا وحلفائها من الغرب لهم دور مؤثر، والصين لها يعني أو ترى أن هذه الكتلة هي كتلة قوية ويجب الاستفادة منها، وبالتالي لابد أن تحاول أن أو تبلور الموقف للوصول إلى اتفاقات. هذه الاتفاقات لا تضر الصين من جهة، وعلى الجانب الآخر تبقي الباب مفتوح على مصراعين بينها وبين أمريكا والتكتلات الأخرى، بمعنى أننا نرى فقط أن هناك
قنوات الحوار، ونجد حتى أن في الاجتماع جانت يلين قالت يجب أن نفتح قنوات حوار متعددة للوصول إلى اتفاق. فأنا أرى من الممكن أن يتم الوصول إلى اتفاقات، هذه الاتفاقات تفيد الطرفين بعيدا عن الضغوط، لأن أحيانا ربما الضغوط الاقتصادية من جانب واحد هي بدورها تسبب مشاكل، وربما يعني ستستعجل الصين بأن تزيد حتى الدعم الحكومي لإغراق الأسواق، فبالتالي هذا ليس من صالح أمريكا أيضا. فبالتالي لابد من إيجاد صورة، هذه الصورة يتفق عليها الطرفين للصالح العام. شكرا جزيلا دكتور محمد العطريفي المحلل الاقتصادي، كنت معنا من لندن. وإلى صحيفة كورونا النمساوية، حيث تبنى البرلمان الأوروبي تعديلا واسعا خاصا بإصلاح سياسة الهجرة واللجوء، يشمل تدابير واسعة والنطاق أو واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل، والتي يمكن أن تشدد التدابير الحدودية للوافدين بشكل غير نظامي. أيضا أعربت منظمات غير حكومية عن معارضتها للمشروع الذي تراه محاولة لتعزيز الحصن الأوروبي وجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة بكثير. وللمزيد عن تفاصيل هذا الخبر والمزيد من أبرز عناوين الصحف النمساوية الصادرة اليوم، ينضم إلينا من فيينا الزميل خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك خالد، وكل سنة وانت طيب في البداية. وسأسألك عن هذا الخبر، كيف سيساهم قرار البرلمان الأوروبي في حل مشكلة اللاجئين؟ صباح الخير عليك يا شروق وفادي وعلى السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. المصادقة البرلمان الأوروبي بالأمس على خطة لإصلاح نظام اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي يثير جدلا كبيرا قبيل الانتخابات الأوروبية المقررة في شهر يونيو الماضي. أولا دعونا نتعرف عن أبرز ملامح خطة الإصلاح في نظام اللجوء. أولا اعتمدت على تجديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من خلال إقامة معسكرات لطالبي اللجوء أو المهاجرين غير النظاميين. وصفت صحيفة كورونا النمساوية هذا الإجراء الإصلاحي بأنه سوف ينشئ مراكز تكون أقرب إلى مراكز الاعتقال، وهذا ما أثار حفيظة منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان التي ترى أن تلك المراكز ستكون أو ستحد بشدة من حرية البشر في التنقل. الأمر الثاني في خطة إصلاح نظام اللجوء مرتبط بالرفض التام والقاطع والسريع لاستقبال أولئك القادمين من البلدان التي توصف بأنها بلدان آمنة لا يوجد بها أي نزاعات مسلحة ولا توجد بها أي نوع من أنواع الاضطهاد، سواء كان اضطهاد ديني أو اضطهاد سياسي. دائما ما يضرب المثل بذلك بمجموعة دول مثل شمال إفريقيا، مثل مصر ومثل المغرب وتونس والجزائر. يتساءل الأوروبيون ما هي الضغوط الواقعة على الشباب القادم من هذه البلدان كي يعبر البحر ويأتي إلى أوروبا، وبالتالي وفق الخطة الجديدة لإصلاح نظام اللجوء ستجري إعادة الشباب القادم من هذه البلدان، وما يمثلها كما في حالة الهند مثلا ستتم عودة سريعة لهؤلاء الشباب. الجزء الثالث من هذه الخطة مرتبط بترحيل اللاجئين القادمين من بلدان تشهد بالفعل بعض النزاعات إلى بعض البلدان الثالثة الآمنة. حاولت إيطاليا على وجه الخصوص
تطبيق ذلك حتى قبل اعتماد البرلمان الأوروبي لخطة إصلاح اللجوء بإقامة معسكر في ألبانيا. فالمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء عندما يذهبون إلى إيطاليا التي تأخذ وقتا طويلا في البت في طلبات اللجوء، ترى أن وضعهم في معسكرات هي أقرب لمعسكرات الاعتقال في ألبانيا أفضل لها من أن يدخلوا الحدود الإيطالية ويمارسون أنواع الجريمة على حد قول السلطات الإيطالية. وبالتالي هذه الخطة تحظى بإجماع يمين الوسط حزب الشعب الأوروبي، وتحظى كذلك بدعم الاشتراكيين الديمقراطيين على مستوى أوروبا في الوقت الذي عارضتها بشدة اليمين المتطرف الذي يرى أننا لسنا بحاجة لخطط لطرد أولئك الذين يأتون إلى بلادنا لزعزعة استقرارها وكذلك لضرب السلم الأهلي والاجتماعي وحتى يعني تأثير على الهوية الأوروبية. في على أقصى اليسار حزب الخضر يرى خالد أن كل سنة وانت طيب مرة تانية، ووصف لنا أجواء العيد في النمسا في تاني أيام عيد الفطر المبارك واحتفالات المسلمين هناك. حقيقة فادي كان يوم أمس ذهب نحو 70,000 مسلم لأداء صلوات العيد في المركز الإسلامي الواقع في بقعة ساحرة على نهر الدانوب هنا في فيينا، وكان ذلك العدد الكبير حشدا وصفته صحيفة هويتا بأنها جموع غفيرة لا تحصى، كنوع من المبالغة في تصوير الأعداد الكبيرة التي زحفت على أداء الصلاة. هنا المسلمون يعتبرون الذهاب إلى المسجد الكبير هو الفقرة الأساسية في الاحتفال بالعيد، ويذهبون ومعهم الأطفال الصغار في محاولة لتأكيد الهوية الدينية لهم في وهم منذ نعومة الأظافر. تقام الصلوات هنا مرتين، مرة باللغة العربية ثم مرة أخرى باللغة الألمانية، وبعد أن يتبادل المسلمون التهاني بالأعياد يتوجهون إلى الحدائق والمتنزهات العامة. خالد احنا بالفعل معانا لقطات خاصة على الشاشة دلوقتي انت صورتها لنا، يعني احنا الحقيقة بنشكرك عليها جدا ان انت بتنقل لنا يعني العيد عامل ازاي في النمسا والاحتفالات، يعني بصراحة حاجة جميلة قوي ومجهود كبير، بشكرك عليه جدا. مرسي، ربنا يخليك. شكرا جزيلا الزميل خالد ابو بكر مراسل القاهره الاخباريه على كل هذه المعلومات، كنت معنا من فيينا. شكرا لك. طيب خلينا نروح كمان لسوريا ونتعرف على سوق النحاسين في دمشق اللي بيعتبر شاهد على مهاره الحرفي الدمشقي. ده حقيقي، وبيمتد سوق النحاسين بين جزء المدينة الحديث ودمشق القديمة، حيث بيمتلئ بأقدم المهن اليدوية اللي اشتهرت بها بلاد الشام، حيث يفضل السوريون صوت مطارق النحاسين اللي بتنتج فن وجمال خاص. هكذا تبدأ وهكذا تنتهي من قطع النحاسية الدائرية أو مستطيلة، تتحول إلى أواني منزلية ولوحات فنية وغيرها. بحرفة وصبر وفن وذوق تبدأ عملية نقش وحفر النحاس بأدوات بسيطة، تحول سطحه إلى أشكال هندسية ونباتية وتزين أحياناً بالذهب والفضة. هلا نحن بنجيب أول شيء قطعة النحاس الخام، أي الموديل بدنا نسايه مثلاً صينية أو ترس نكتب عليه مثلا كلمة الله محمد أو زغرفة أو شو ما كان، فمنجيب قطعة النحاس. أول شيء بدنا نساوي موديل الشكل أو كقصة، بنساوي القصة اللي بدناها، بعدين بنساوي الدق تبعها التشكيلة تبعها نافرة أو كذا، بعدين بنساوي النقش، ننقش النقشة اللي بدناها، وبعد منها بنرجع بنحميها بنخمرها بنرجع بنعملها مرحلة تانية. هذا السوق من 500 سنة، كان نحاس أكثر من هلا ببيع نحاس، كله خف طلبهم هلا كتير،
بالنسبة للوضع الاقتصادي اللي نحن عم نمر فيه. عملية الحفر والنقش على النحاس غالبا تتم في عدة ورش من التخطيط والرسم والنقش والتخريق والتجويف، إذن هو عمل جماعي بامتياز. نحن منفوت طبق نحاس على ورشتنا منطلع طريقة كاملة، منقص طبق نحاس منرسم بعد ما نرسم التصميم، منرسمه على ورق، منلزقه على نحاس ومنحطه على لوح من الرصاص ومننقشه عليه بأزميل يدوية، شاكوشة يدوية، بشغلات كتير بدائية بتاكل معنا جهد وتعب لحتى تخلص. صار لي عم تعلم هاي المصلحة 5 سنين، أنا عم تعلم هاي المصلحة لأنه بحبها ولأنه ما حدا من الشباب بحب يتعلم هيك المصلحة، وهي المصلحة عم تبلش تنتهى، ما حدا عم يفكر أنه يتعلم هيك شيء. أنا بحب هاي المصلحة، بحب الشغل اليدوي. حالها كحال بقية المهن التراثية تعاني تراجعاً كبيراً في عدد العاملين بها بعد الاعتماد على الأواني الأخرى الأرخص ثمناً، لكن عشق هذه الصناعة يدفع العاملين بها للتمسك بهذه المهنة التي تعتبر واحدة من مهن يعود عمرها إلى آلاف السنين. زينة المساجد والقصور بالثريات النحاسية ودلال القهوة المرة في بيوت الشعر، مهنة تحتاج إلى صبر وذوق وحسن رفيع. دمشق، خليل هملو، القاهرة الإخبارية، عاصمة الخبر. نروح لموضوع آخر في صباح جديد، وكشفت منظمة الصحة العالمية أن فيروسات التهاب الكبد الوبائي لا تزال تحصد 3500 شخص يوميا، هو رقم طبعا آخذ في الارتفاع وداعية لاتخاذ إجراءات سريعة. وأظهرت كمان بيانات جديدة أن من 187 دولة أن العدد التقديري للوفيات الناجمة عن التهاب الكبد الفيروسي ارتفع الحقيقة من 1.1 مليون في عام 2019 ل 1.3 مليون في عام 2022 يا فادي. الحقيقة شروق أنه في المجمل بيرحل عن عالمنا 3500 شخص كل يوم في جميع أنحاء العالم نتيجة لعدوى التهاب الكبد الوبائي، 83% منهم بسبب التهاب الكبد الوبائي B و17 بسبب التهاب الكبد الوبائي C. وبتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية المحدثة إلى أن 254 مليون شخص كانوا مصابين بالتهاب الكبد B و50 مليون آخرين كانوا مصابين بالتهاب الكبد C في عام 22. We'll be right back.
خلونا نتكلم بالتفصيل عن فيروس سي الوبائي من بيروت. ينضم لينا دكتور محمود حلبلب، استاذ علم الجراثيم والامراض المعديه، ونتكلم معاه بالتفصيل. صباح الخير يا دكتور. وليه تحديدا فيروس بي هو الاكثر انتشارا من فيروس سي وهو الاكبر عددا؟ صباح الخير لحضرتك والسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. حقيقة هنالك 5 أنواع من فيروسات الوباء الكبدي، الكبد الوبائي، هم A B C D و E. B والC هم أهم فيروسين في هذه الحالة. السي فيروس المسبب للوباء التهاب الكبد الوبائي اللي هو الهيباتيتس سي، ينتقل خاصة عن طريق الدم، انتقاله من المتبرعين الذين لم يتم فحص الدم لخلوه من هذا الفيروس، وإنما فيروس بي ينتقل بعدة طرق، ينتقل عن طريق سوائل الجسم، ينتقل عن طريق الجنس، ينتقل أيضا عن طريق اللعاب، وهذا وعن طريق الدم طبعا، وهذا ما يسبب انتشاره بكثرة بين الناس. للأسف فيروس سي ليس حاليا ليس هنالك لقاح، وإنما العلاج فعال بنسبة حوالي 95%. السي ممكن الإنسان أن يكون مصاب ولا يعرف إلى أن تبدأ العوارض الكلينيكية، وبالتالي يبتدئ العلاج. الفيروس البي ينتقل خاصة من المرأة الحامل إلى الجنين خلال الولادة، وبالتالي ممكن أن يسبب أمراض مزمنة نسبة منهم، خاصة بين حديثي الولادة والأطفال إن أصيبوا بفيروس البي. هنالك فرصة حوالي 95% أن يعانوا من مرض مزمن أو التهاب مزمن، وهذا يؤدي إلى تخريب في الكبد، يؤدي إلى تشمع الكبد، وبعض الأحيان يؤدي إلى الكانسر أو السرطان. عند البالغين فقط 5%. طب دكتور، لماذا تفسر الزيادة المستمرة في عدد الإصابات على الصعيد العالمي؟ للأسف عدم إعطاء اللقاح. اللقاح البي هو فعال بنسبة كبيرة، يحدث مناعة على الأقل لفترة 20 عام، وممكن لمدى الحياة أيضا، وبالتالي طريقة الوقاية من هذا الفيروس والحماية متوفرة. ولكن للأسف السعر غلى اللقاح الفعال، وجوده طبعا في كل العالم، ولكن عدم إعطاء اللقاح هو الأساس. الفرق الطبية، الأجهزة الطبية، الأشخاص الذين يتعاملون أو يشرفون على الرعاية الصحية معظمهم يحصلوا على هذا اللقاح. وإنما حماية حديثي الولادة خلال 24 ساعة من الولادة يجب إعطاء اللقاح، وجرعتين أخريين خلال فاصل بينهما 4 أسابيع. نعم، لكن دكتور محمد، يعني ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها على الصعيد العالمي لمكافحة انتشار فيروسات التهاب الكبد الوبائي، وخصوصا يعني مثل ما حضرتك ذكرت منذ قليل أن فيروس بي على سبيل المثال اللقاحات سعرها عالي، إذن كيف يمكن أو ما هي الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها دول العالم يعني لعدم انتشار هذا الفيروس؟
هناك عدة طرق. طبعا اللقاح أساسي جدا خاصة لحديثي الولادة، ممارسة الجنس الآمن باستعمال الواقي الذكري وتقليل عدد الشركاء الجنسيين، غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بعد التعاطي أو التعامل مع الدم أو سوائل الجسم، عند المدمنين المخدرات مشاركة الأبر وحقن المخدرات، هذا أيضا يؤدي إلى انتشار هذا الفيروس. هذا ينطبق طبعا على الاثنين، فيروس البي وفيروس سي أيضا في معظم الحالات. إذن هل هناك إجراءات مطلوبة من منظمة الصحة العالمية أو تنسيق بين الدول لتقليل أو يعني إنهاء هذه الأرقام في مصر تحديدا؟ تم إنهاء هذه الأزمة بشكل نهائي، لماذا لا يتم إنهاء ذلك على مستوى العالم من خلال منظمة مثل منظمة الصحة العالمية؟ للأسف هو عدم إعطاء اللقاح. الأسعار طبعا، توفر اللقاح بسعر مناسب وخاصة للدول الفقيرة. هنالك حاليا من 50 مليون حالة من الهيباتيتس سي، هنالك 12 مليون حالة التهاب مزمن في شرق منطقة شرق البحر المتوسط، وهذه نسبة عالية جدا. وضعت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع خطة لـ implementation، يعني وضع آلية للتخلص من هذا الفيروس في حلول عام 2030، من خلال التطعيم، من خلال العلاج أيضا، لأنه العلاج عند الشخص الذي يعاني من التهاب مزمن يجب أخذ العلاج مدى الحياة. لا ننسى أن هذا الفيروس، فيروس بي، يعيش خارج جسم الإنسان على الأقل 7 أيام، ونحن نعلم الفيروسات عموما لا تعيش خارج جسم الإنسان، ولكن هذا الفيروس شديد المقاومة، يعيش خارج جسم الإنسان لسبعة أيام على الأسطح أو في الدم أو سوائل الجسم. والتعامل أو يعني التعرض لهذه الدم أو الأسطح الملوثة بهذا الفيروس قد يؤدي إلى التهاب. نعم، شكرا جزيلا دكتور محمود حلبلب، أستاذ علم الجراثيم والأمراض المعدية، كنت معنا من بيروت. شكرا لك دكتور. يعني ختام حلقتنا النهاردة في تاني أيام العيد، بس قبل ما أختم يا فادي، هتعمل أي حاجة مميزة النهاردة؟ هي حاجة مميزة؟ يعني عيد حاجة عشان الهوا بكرة. طيب خلاص، يعني يا ريتني ما سألتك. خلاص، كل سنة وانت طيبة يا شروق، كل سنة وكل مشاهدينا طيبين، يا رب عيد سعيد عليكم في كل حتة في الدنيا. ميرسي يا شروق. شكرا لك يا فادي، إلى اللقاء.